أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة وإليكم العناوين. العربي الجديد اللندنية: أمريكا تخسر نفوذها على الحدود العراقية السورية لصالح الميليشيات. المدى العراقية من الواشنطن بوست: في العراق مستشفيات تتحول إلى حاضنة بدلا من علاج كورونا. وفي تقرير للقدس العربي من نيويورك تايمز: ترامب هو رجل الصين في الولايات المتحدة. من المقالات يتساءل إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية: الكاظمي بأقواله أم بأفعاله؟ ويكتب ماجد الأنصاري في الشرق القطرية: صيف ترامب الساخن، هل تتلاشى فرص الولاية الثانية؟ فاصل وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة العربية الجديد اللندنية إن أمريكا تخسر نفوذها على الحدود العراقية السورية لصالح الميليشيات، وتضيف بالقول: تظهر المعسكرات الجديدة للميليشيات العراقية المدعومة من إيران خلال الشهرين الماضيين على الحدود العراقية السورية كواحدة من أبرز مظاهر خسارة الولايات المتحدة مزيدا من نفوذها في هذه المنطقة. ويكشف مسؤولون في بلدة القائم عن تدشين كتائب حزب الله، أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، مقرا جديدا لها، ويصف أهالي المنطقة الوضع بعدم الاستقرار وانعدام احترام القانون. ونبقى في العربي الجديد وعنوان آخر: رتب عسكرية للحشد الشعبي، استنساخ نموذج الحرس الثوري الإيراني، مضيفة أنها خطوة تثير مزيدا من التكهنات. ويرى السياسي العراقي المستقل وائل الحازم أن قرار منح الرتب العسكرية لقادة الحشد الشعبي هو شرعنة واضحة للفصائل المسلحة المرتبطة بالمرشد الإيراني ارتباطا ولائيا، ويراد لها أن تكون في مناصب مهمة من أجل حماية النظام الحاكم في العراق. نقلت صحيفة المدى العراقية عن الواشنطن بوست الأمريكية: في العراق مستشفيات تتحول إلى حاضنة بدلا من علاج كورونا. وتكمل بالقول: يظل الأطباء العراقيون بتماس مباشر مع مئات المصابين بفيروس كورونا، وتهدد الموجة المتزايدة من الإصابات بسحق نظام الرعاية الصحية في العراق. ويقول أطباء إن سوء البنية التحتية الطبية ونقص معدات الحماية وعدم تصديق الناس بوجود الوباء كلها عوامل مسؤولة عن زيادة الحالات في العراق. قالت صحيفة المراقب العراقي إن الكويت تستغل الأزمة المالية في العراق للهيمنة على ميناء الفاو بالكامل عن طريق أموال كويتية تشتري بها سكوت الحكومة الحالية. ويقول المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي: منذ 2003 ولغاية الآن قدمت الحكومات العراقية تنازلات كبيرة للكويت تحت غطاء مقررات الأمم المتحدة. وفي تقرير للقدس العربي تنقله من نيويورك تايمز الأمريكية: ترامب هو رجل الصين في الولايات المتحدة. ويضيف التقرير لمعلقه نيكولاس كريستوف أن ترامب يقوم بتقوية مصالح دولة غير دولته، وهو في الحقيقة ذنب من أذناب الصين. وما كتاب جون بولتون المعنون الغرفة التي حدثت فيها الواقعة إلا دليل على ذلك، مصورا ترامب مذعنا للرئيس الصيني. ويعتقد كريستوف ضرورة الوقوف ضد النظام الصيني وفي الوقت نفسه التفاوض معه حول التجارة، ولكن ترامب يعمل عكس ذلك. وهذه انتقالة مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
زاوية مقالات يكتب أثير ناظم في المدى العراقية مرحلة حرجة من عمر الدولة، ويرى أن كل من تولى السلطة في عراق ما بعد 2003 سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية يخلع عباءة الفشل ليرميها على شماعة التحديات والمعضلة الأمنية وغيرها من الاتهامات والحجج التي باتت واهية. ويخلص الكاتب إلى القول: هذه المرحلة هي من أصعب المراحل لأنها تحمل في طياتها بوادر انهيار سيشكل نقطة انطلاق لا عودة. ويتساءل إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية الكاظمي بأقواله أم بأفعاله، ويمضي قائلا: لقد بالغ الكاظمي في وعوده للشعب العراقي باجتثاث الفساد ومحاسبة المخربين والمختلسين وحصر السلاح والتخلص من الطفيليين، لكن الكاظمي بما أطلقه من تصريحات معاكسة قد أفسد أحلام الجماهير وأفقد حماسها في وقت أعطت هذه الجماهير 600 شهيد من المتظاهرين سقطوا برصاص حلفائه الحشديين، إضافة إلى المئات من الجرحى والمفقودين الذين وعد بالتحقيق في جرائم قتلهم أو اختفائهم ثم تكتم على ذلك ولم يقم بشيء. أخيرا يكتب ماجد الأنصاري في الشرق القطرية صيف ترامب الساخن: هل تتلاشى فرص الولاية الثانية؟ يقول الأنصاري: يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا كبيرة وتهديدات حقيقية لفرصته في ولاية ثانية مع إخفاقاته المتلاحقة، ويبدو في وضع لا يحسد عليه خاصة بمواجهاته مع حكام الولايات وخروج كتاب بولتون للنور. ويرى الأنصاري أن الطريقة الوحيدة لخلاص ترامب اليوم هو إخفاق أكبر لمنافسه جو بايدن، خاصة وأن العوامل الخارجية بما في ذلك شن عمليات عسكرية هنا وهناك لن يكون لها أثر إذا ما قرنت بالعوامل الداخلية. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة هاتفيا من السويد السيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني العراقي المعارض. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر الهاتف من السويد بالسيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني العراقي المعارض. مرحبا بك سيد لبيد معنا. أهلا وسهلا بك، حياك الله. أهلا بك. اللي نبدأ من عنوان صحيفة العربية الجديد اللندنية: أمريكا تخسر نفوذها على الحدود العراقية السورية لصالح الميليشيات. ويكشف مسؤولون في بلدة القائم عن تدشين كتائب حزب الله أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران مقرا جديدا لها هناك، ويصف أهالي المنطقة الوضع بعدم الاستقرار وانعدام احترام القانون. برأيك لماذا تركت أمريكا الحدود العراقية السورية للميليشيات الإيرانية؟ ابتداء إيران كما نعلم بدأ نفوذها في سوريا، ابتداء بدأ ينحسر، انسحبت القوات الأمريكية من سوريا من في العام الماضي، ترامب أعلن ذلك وأبقت على قواعدها في العراق. كانت هناك 12 قاعدة في العراق إلى حد أبريل الماضي، لكن على خلفية اغتيال قاسم سليماني والمهندس نشبت هناك صراعات، تصاعدت حدة الصراع بين أمريكا وإيران، وإيران استطاعت أن تسخر ميليشياتها وأدرعها من أجل شن هجمات صاروخية على المواقع التي تتركز فيها قوات أمريكية، لا سيما في بغداد وفي المناطق الحدودية. هذا ما جعل أمريكا تفكر في مسألة إعادة نشر قواتها في العراق، وإعادة النشر كما نعلم تعني أنها تخلص قواتها في، وانتهت المسألة إلى
أن القواعد الـ12 أصبحت 3 قواعد فقط. نعلم أن هذه القواعد هي التاجي والحرير في أربيل بالإضافة إلى عين الأسد في محافظة الأنبار. الميليشيات المسلحة العراقية المرتبطة بإيران استغلت هذا الفراغ لكي تملأه، وذلك بإعاز ودعم من قبل السيد الإيراني. التركيز على المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا مسألة مهمة تنبثق من أهمية المشروع الإيراني الطائفي الذي يمتد عبر العراق إلى سوريا ثم لبنان. هذا المشروع الذي يرتكز على هذه المناطق يستوجب فيما يستوجب أن تكون هناك قوة وأذرع قوية على امتداد المثلث الحدودي المتمثل في التنف البكمال والقائم. ما جعل ان هذا ما دعا هذه القوات الى ان توطد نفوذها في منطقه البكمال والقائم كما تفضل. طيب، ايضا عنونت صحيفه العربي الجديد رتب عسكريه للحشد الشعبي استنساخ نموذج الحرس الثوري الايراني، وهي خطوه تثير مزيدا من التكهنات. ما طبيعه هذه التكهنات برايك؟ هناك من وجهة نظري هناك بعدان مهمان لهذه الخطوة. هناك بعد عسكري أمني يتمثل في جعل القوات الحشد الشعبي ندا مكافئا للقوات العسكرية الحكومية للمؤسسة العسكرية الرسمية المتمثلة بالجيش المرتبط بوزارة الدفاع والقوات الأمنية كالشرطة والأمن الداخلي المرتبطين في وزارة الداخلية. الحشد الشعبي كما نعلم مرتبط رسميا بالقائد العام للقوات المسلحة، لكن هذا الارتباط بالحقيقة هو مجرد ارتباط مالي من أجل أن تقوم عملية الروتين دفع الرواتب لمنتسبي الحشد الشعبي. أما ارتباطهم الحقيقي الوثيق فهي بقيادة الحشد الشعبي المتمثلة بصالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ونائبه أبو فدك المرتبط جذريا بإيران الموالي كليا لإيران الذي تم تعيينه حديثا خلفا لأبو مهدي المهندس كما نعلم. والبعد الآخر بعد سياسي، لأنها تعد خطوة استباقية تفادي استعدادا لأي تغييرات سياسية تطرأ في الملف السياسي في العراق. نحن نعلم بأن الكاظمي جاء على خلفية صراعات عديدة وعلى خلفية انتفاضة كبيرة عارمة ما زالت مستمرة في العراق، وهناك مخاوف من قبل الأحزاب المسيطرة على البرلمان وخصوصا الأحزاب ذوات الكتل الكبيرة في البرلمان وخصوصا بشكل أخص أحزاب البيت الشيعي. هذه لديها مخاوف من أن الكاظمي ربما يستعين بأمريكا من أجل فرض واقع سياسي جديد في العراق، لذلك يجب أن تعد العدة من أجل ربما الإطاحة بأي حكومة أو بأي محاولة من أجل فرض واقع جديد. الحشد الشعبي إنما هو بالحقيقة هو يتكون من منتسبي الفصائل المسلحة التي تفضلتم بالتلميح إليها، وهذه الفصائل كما نذكر هي بلغت العشرات وتجاوز 60 فصيل، و هذه الفصائل تقبض رواتبها من مخصصات الحشد الشعبي ما يخصصه مجلس الوزراء للحشد الشعبي. إذن هي منتسبة ماليا للحشد الشعبي لكنها منتسبة عقائديا وتنظيميا منتسبة في الحقيقة كل حسب فصيله ومكونه. يعني هناك العصاب وهناك حزب الله وهناك لواء علي بن أبي طالب وغيرها من المسميات. هذه كلها هناك يعني هذه منتسبة كثير من المنتسبين مئات بل آلاف المنتسبين من هذه الميليشيات هم بالحقيقة جزء من الحشد الشعبي. نعم، ننتقل إلى صحيفة المدى العراقية التي نقلت من الواشنطن بوست الأمريكية
في العراق مستشفيات تتحول إلى حاضنة بدلا من علاج كورونا، وأن سوء البنية التحتية الطبية ونقص معدات الحماية وعدم تصديق الناس بوجود الوباء كلها عوامل مسؤولة عن زيادة الحالات في العراق وهي في تصاعد. ما الأسباب وراء تدهور النظام الصحي والبيئي في العراق خصوصا في التعامل مع مصابي فيروس كورونا؟ بكل أسف يجب أن لا نلقي باللائمة على طرف واحد، بل لكن المسؤول الأساسي عن تدهور الوضع الصحي في العراق يجب أن يقع على عاتق الدولة نفسها، لأن الدولة نفسها لديها إمكانيات ولديها موارد ولديها الأموال التي يجب أن توظفها توظيفا صحيحا من أجل تحسين النظام الوقائي في العراق. ما يجري حاليا من وما نسمعه وحسب التقارير التي تصلنا عن تدهور النظام الصحي في العراق والانتشار الكثيف في المتعاظم والمتنامي في مسألة انتشار فيروس كورونا في العراق، لا سيما في بغداد والمناطق الجنوبية، بالحقيقة مؤلم جدا ومحزن جدا، ولا يبدو أن هناك بصيص من الأمل. ما تصفه واشنطن بوست بالحقيقة هو يمثل واقع، لأنه يذكرون الأطباء، هذه مصادرها تستند على الأطباء، الأطباء يقولون نحن نشعر بكل أعراض كورونا، وعندما نخبر مسؤولينا ومدراءنا نعطي مسحة وننتظر لمدة أسبوع أو 10 أيام حتى تطلع نتيجة المسحة، لكن خلال هذه الفترة الانتظار الأسبوع أو 10 أيام مطلوب من عندنا أنه نستمر في الدوام وفي معالجة المرضى، وهذا يعني أنه خلال 10 أيام تخيل أنه الطبيب إيش قد راح يواجه ويقابل مرضى ويقابل ناس مو مرضى بالحقيقة هم وراح يعديهم. فإذا يعني أصبح الطبيب بسبب سوء نظام الوقاية أو اختراق أبجديات نظام الوقاية الطبية أصبح هو مصدر لإيش لنشر وباء كورونا. نعم، صحيفة المراقب العراقي تؤكد أن الكويت تستغل الأزمة المالية في العراق للهيمنة على ميناء الفاو بالكامل، وذلك عن طريق أموال كويتية تشتري بها سكوت الحكومة الحالية. برأيك لماذا تتوغل الكويت في الموانئ العراقية؟ ابتداء عن الكويت لديها للأسف لديها عقدة لا أدري متى تنتهي وتتنفذ هذه العقدة، لديها عقدة انتقامية من العراق على خلفية الاجتياح الذي قام به النظام السابق للكويت في آب 1990، هذا من الناحية. من ناحية أخرى على خلفية أيضا هذا الاجتياح استطاعت الكويت أن تبني جسورا من العلاقة مع المعارضة العراقية آنذاك، المعارضة التي ارتضت باستعداء القوات الأجنبية واستخدامها من أجل شن هجوم على العراق، وبنت علاقات مع قادة هذه الأحزاب واستمرت هذه العلاقة إلى يومنا هذا. لذلك أصبح عند الكويت لوبي في داخل إيش داخل المنظومة السياسية العراقية، لا سيما في البرلمان وفي مجلس الوزراء. هذا اللوبي استطاعت أن تنجح الكويت في توظيفه من أجل أن يقدموا لها الخدمات المطلوبة لها. لذلك فالكويت من بين ما استطاعت أن تستحصل عليه أو توظفه من هذه العلاقات هو مسألة السكوت على تمددها على ميناء الفاو، لأنه مصلحة الكويت في ميناء الفاو أن تعطل عملية استكمال بنائه من أجل أنه إيش لصالح ميناء مبارك، ربط الميناء بميناء مبارك. اثنين، أيضا على وشك الكويت أن تستحصل على موافقة لإدارة 3 حقول نفطية كبرى، حقل الزبير وسجيل على وقبة صفوان. إذن الكويت تعد في تقديم مساعدات مالية أو قروض بالحقيقة مالية قدرها 2 مليار. فعملية الابتزاز وعملية الرشاة مستمرة من قبل الكويت، ولذلك نتوقع أن الكويت تستمر في هذا التمادي. طيب، من المقالات يكتب أثير ناظم في المدى العراقية مرحلة حرجة من عمر الدولة، ويرى الكاتب أن هذه المرحلة هي من أصعب المراحل لأنها تحمل في طياتها بوادر انهيار سيشكل نقطة انطلاق اللا عودة. هل مرحلة الكاظمي تعد آخر مراحل العملية السياسية بعد 2003؟
من الصعب التكهن بذلك. ربما هي يعني ربما الكاظم ينتهي، لكن العملية السياسية من الصعب أن تنتهي بهذه السهولة. مشكلة الكاظمي أن الكاظمي جاء نتيجة توافق القوى السياسية الرئيسية المهيمنة على البرلمان العراقي، والكاظمي كان ربما كان الكاظمي متحزما بدعم أمريكي، وباعتبار أنه سيقدم إصلاحات وربما سيكسب جزءا من الشارع العراقي وبشكل خاص جزءا من المنتفضين، لكن ما حدث بالحقيقة كان عكس ما توقع أو عكس ما تأمل. الأمريكان بدأوا ينكفئون وبدأوا ينسحبون من العراق وتركوا الأرض لإيران، وبدأ نفوذهم يتلاشى تقريبا في التأثير على الملف السياسي في العراق. لذلك لاحظنا أن الكاظمي بدأ يتراجع عن وعوده وعدا بعد وعد، وبدأ يبدو الآن ضعيفا جدا، وهو لا يختلف عن غيره من رؤساء الوزراء الذين قدموا وعودا لم ينفذوا شيئا منها. ربما يسقط الكاظمي، لكن العملية السياسية تحتاج إلى وقت كبير وتحتاج إلى تصاعد في الانتفاضة من أجل القاضي. أيضا يتساءل إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية، الكاظمي بأقواله أم بأفعاله؟ يمضي الكاتب قائلا، أفسد الكاظمي أحلام الجماهير التي أعطت 600 شهيد من المتظاهرين سقطوا برصاص حلفائه الحشديين، إضافة إلى المئات من الجرحى والمفقودين الذين وعد بالتحقيق في جرائم قتلهم أو اختفائهم، ثم تكتم على ذلك ولم يقم بأي شيء. لماذا يتكتم الكاظمي على قتلة ومختطفي متظاهري ثورة تشرين؟ لنفس الأسباب التي تكتم قبله تكتم عليها. يعني الكاظمي كل هذه الوعود في الحقيقة قالها في بيانه الوزاري، في برنامجه الوزاري عندما تم اختيارها والموافقة عليه كرئيس وزراء بعد فشل محمد علاوي، بعد فشل الزرفي، وقبلهما استقالة عبد المهدي. فإذا الكاظمي هذه الوعود كانت متوقعة، وهي ولا نتوقع أي رئيس وزراء يأتي لا يقدم مثل هذه الوعود في محاولة لامتصاص نقمة الشارع، سيما وأننا أن العراق يمر في حالة انتفاضة منذ 20 من العام الماضي. لكن العبرة ليست في الأقوال، العبرة في الأعمال. يبدو أن الكاظمي اصطدم بواقع لم يكن يحسبه وحسابه بشكل على نحو جيد. لاحظ أن هناك كثيرا من الصقور، ولاحظ أن صخرة المحاصصة الطائفية وصخرة القوى والميليشيات أقوى بكثيرا من قرونه، لذلك لا يستطيع أن يناطح هذه القوى المسيطرة والمهيمنة على الشارع والمشهد السياسي في العراق. ننتقل إلى الشأن الدولي. تقرير للقدس العربي تنقله من نيويورك تايمز الأمريكية، ترامب هو رجل الصين في الولايات المتحدة. يضيف التقرير لمعلقه نيكولاس كريستوف أن ترامب يقوم بتقوية مصالح دولة غير دولته، وما كتاب جون بولتون المعنون الغرفة التي حدثت فيها الواقعة إلا دليل على ذلك. برأيك لماذا كشف جون بولتون أسرار ترامب في هذا الوقت؟ هناك أكثر من سبب. جون بولتون، نعرف أن جون بولتون هو كان مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، وترامب أبعده عن البيت الأبيض في أيلول من العام الماضي نتيجة خلافات بينه وبين ترامب. ترامب ليس رجل حرب كما نعلم، ترامب هو الاقتصادي أكثر من ترامب العسكري. هناك تهويشات وهناك تهديدات، نسمع بيانات نارية من ترامب، لكن في حقيقة الأمر ترامب هو رجل اقتصاد بالدرجة الأولى. أما بولتون فهو ينتمي إلى اليمين المتطرفة والمحافظين الجدد كما نعلم، وهو عدواني جدا لا سيما ضد كوريا الشمالية. وعلى النقيض من ذلك كان ترامب يريد أن يهدئ مع كوريا الشمالية. ترامب صرح تصريحا قال لو أصغيت إلى بولتون لخضنا الآن الحرب العالمية السادسة كما نعلم. هذه الخلافات قادت إلى إبعاد بولتون من البيت الأبيض، وبولتون كردة فعل على ترامب بدأ بكتابة كتاب يتضمن كثيرا من أسرار الأمن القومي، وبالنهاية القضاء
رفض نشر هذا الكتاب، لكن تسربت منه مما تسرب من هذا الكتاب ما يتعلق بتصريحات منسوبة إلى ترامب تتعلق بأنه كان ممالئا للرئيس الصيني في مكالمات أو في حوارات. أنا أعتقد أن هناك تضخيم من قبل نيويورك تايمز. نيويورك تايمز على فكرة مشهورة معروفة بأنها بمعاداتها لأي رئيس أو محاولة تضخيم شيء وجعل منه فضيحة كبرى. نعم، إذن في ختام اللقاء شكرا جزيلا لك السيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني العراقي المعارض، كنت معنا من السويد، شكرا جزيلا. عفوا، أهلا وسهلا بك. مشاهدينا والشكر موصول لكم، وحتى ألتقيكم في الأسبوع المقبل بحول الله، لكم أحلى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.